انا بحب الحاجات الغريبة اصلا، يعني انا اي حاجة جديدة بحب اجربها. بس لا، انا مش شايفاها حاجة غريبة، انا مش مستغرباني وانا بعملها، بالعكس دي حاجة بترجع الانسان للفطرة بتاعته اللي هو الطفولة والبراءة. فاحنا النهاردة زي الاطفال بالظبط. Laughter yoga is the best way to address the problems that we have now collectively all over the world. There is a lot of depression, there is a lot of anxiety, and people feel so super stressed. Laughter changes the biochemistry within minutes. We are swamped with endorphins and serotonin and happy maker hormones, and it changes our body and our well-being in 3 minutes. صحية غير عن إنها نفسية. لما أضحك أنا معناه إني سعيد، وأضحك بسبب أو من غير سبب مش مشكل أبدا. المهم الضحك ده الجسم جوه مش هياخد باله إذا كان دي عن سعادة أو إن بضحك كده من غير سبب. على كل حال حاجة صحية وحاجة جميلة قوي وعجبتني قوي.